لا غلوه شلون يعني؟ ما في شك حليله فهد. يلا يلا قوموا قوموا اطلعوا انتوا ويانا من قوموا نلعبوا. يبا هلا قفل كلمه حكومه هلا خلينا نمشي. هلا ذبحنا ولا ذبحنا شو بدي حليله فهد؟ تونا؟ منو عند التونا؟ طلع هون طلع هون حبيب قلبي. يلا ياخذك ان شاء الله هذا انت يا معفن. ايه تونا شو الله ابي اخ واحد من العالم. فكنا شو فيك؟ سحرك والله والله ما بدنا. اي سحر؟ اي سحر تبي؟ شو انت بسحر؟ شو انت بسحر؟ ولا واحد. تبي المفتاح؟ لا ما حبيته هذا. شنو عندك؟ عندي النار. شو بضيعش من جبل؟ ما ادري شو بيطلع. شنو؟ انظر شوف هذا هذا بيقرا طش الحين. شو تسوي انت؟ الحين راح يقطع وراح يطلع له رقم واحد. خلنا نشوف يلا. ما تعلمني انت انا بس. يا عمي روح صار لك قاعد تلعب بولينج. اي والله يخرب بيتك شلون؟ اوخ. بعد شنو؟ ولي؟ ولي؟ شنو هذا صحيح؟ هاك هاك هاك. قطع ابي خمسة. خمسة؟ يلا بس كذي 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 كذي. والله تغيير سحره صاير منيح. ولي يا ولي عليك ان شاء الله شلون؟ ولي يا عليك يا عليك ولي شلون؟ والله طلع ساحر والله ساحر صاير. بسم الله الرحمن الرحيم. شنو بعد عندك سحر؟ شنو عندك طلع يلا والله متعدل سحره. صاير احسن من قبل. اي قبل شنو كان؟ بس المشكله باللي لابسه شنو اللي لابس؟ هو بيسوي لك تنويم مغناطيسي. يلا ورنا اجين يلا أبيك تركز الحين كلامي وبصوتي. أبي أريلك هذه الحين تحس إنها تعبت. التعب كله الحين قاعد ينزل من أكتافك لحد جسمك لحد ريولك. ريولك الحين كل مالها قاعد تثبت بالأرض. ريل كل مالها قاعد تثبت بالأرض. أنت حاس إن ريلك هذه كلها نملة الحين وقاعد يصير فيها سوبر جلو. راح تحس وايد 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 قاعد تلزق. الركب جامدة الحين بالأرض. جسمك كله الحين التعب كله نزل بريلك تحت الحين. لما اقول لك انا واحد اثنين ثلاثه ابيك تمشي لي خطوه بس مو الحين بعد شوي. حس ان ريلك ثابته بالارض. حس ان الحين راح تحس ان التعب كله بريولك. ريلك اليمين وريلك اليسار الحين ثابتين. ابيك ترفع ايدك اليسار هذه ايوه ارفعها فوق. راح تحس هني ان في تعب. ها راح تحس ان في تعب اوكي. وايضا المكان الثاني هم رجلك الثانيه راح تحس انها منمله. كل ما تنمل راح تحس ان الامور طيبه. عرفت شلون؟ فهذا هو الحين. انت خلي ايدك كذي صاير كأنك هتلر. خلي ايدك كذي. في غازات اكثر. شلون اعرف اللي فيه غازات اكثر شنو؟ ما ادري. خلنا نجرب. بسوي دقه اشرب ويانا. لا ريحته لا ياو اف 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 يعني تعال حضي عندي دعاية عطر. ماشي وبعدين بس تمدح العطر يا ليبك تمدح العطر. امدح اطلع دنا وابو العطر. يلا تعال تذكرون مال بلديج اللي كنت قاعد بالقهوة مرة صادني. خلنا نشوف يكذب ولا ما يكذب. حبيبي ايه الغالي ايه حبيبي ايه اي واحد يمدح العطر 200 دينار ها بس مجرد ما يمدحه. ايه اوكي شكرا يلا تمام. هذا توني كلمني صاحب العطر هذا اسمه فواح الورد من العطور. ابيك انت تقول لي رايك يا جماعه. هذا احنا قاعد نصور هذا الريال بيعطيكم رايه. تفضل.
جميل حلو حلو ايه حلو حلو خرش على جسمك بعد عشان حلو 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 خالد حلو كفايه حلو حلو شو تقول حق الناس حلو حلو يا جماعه هذا تذكر حلو زين 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 حلو ادري حلو شو تقول حق العالم استعملوه ياخذونه ياخذوه خليه يتاكدون ما خلاص حلو قلنا حلو اخوي الغالي الو تفضل تفضل اخوي تفضل لا تعطي والله ما ادى كلش ما ادى كلش ها؟ لا كلش كلش يعني مبين مو حلو العطر مبين دروغ وشي مبين. ايه مشكور مشكور حبيبي مشكور حياك هذا صاحب العطر يقول انت دروغ وما اديت عدل ما اديتش عدل كويس يعني إيه العطر ما قلت انه حلو وايد هو مش ده مش عطر ده اصلا ده مش عطر ده ميه ده وسخ ده ريحته وسخ شم 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 معسل لا هي ريحتك ريحتها معفنة العطر العطر لا 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 الناس ما تستعملش ده ده يودوك ده يحبسوه ده يروح المخفر ده مش ده بيغش الناس جايب لهم ميه من الترعه ويقول لهم ده لا 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 شيل 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 فين العطر وري العطر فين فين وري العطر فين فين توك تقول توك تقول امسك هذا واحد مسوي عطر زين حلو قايل اي واحد يمدح عطري لا 500 دينار اي اللي يمدح العطر بضمير لا 500 صدق قوي تبي منه حبتين فوق عطر تكفى ايش رايك بشدي الورد هذا امك ما تعدل النجس امك بتوصخ تكف عليك اه النجس امك ما تعدل الريحه خرا النجس وصخ شنو ريحه خرا شنو فوق ريحه مو حلوه قسم بالله العم ريحه هذا والله شوف يا ابو ريحه سولف عدل احسن عن ريحته شنو عن ريحته نجس تويا اقسم بالله عدل. انت اللي بتسوي اعلان ماخذ فنيل انت مسوي منها اعلان ولا شنو صدق ريحه خرا انت رحمه ملش من اللي عليك انت رحمه والله رحمه الله على ريحتك الخرا مو حلوه والله ما بفهم ولا شيء بس صدق ريحته انا من هذا فروج ابو العبد هذا المطعم اثبت بنفسه من اول ما بطل والله العظيم للامان صدق عنده شيش طاووق وعنده مسحب بوريكم شلون يتبلون المسحب شوف التتبيله ها قرمش كفى 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 بعد 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 لا ابيك تحط بعد زياده انا ابيك زياده ايوه بس انا ما اتحمل حراره اللي خلي يجرب اللبن ها اللي خلي يطلب مسحب وهذا يجرب اللبن جوي شوف مخروجة هلا صدق ما يطوخ والله هذا المطعم اثبت نفسه والله طبعا ما تقدر تاكل وحدك مستحيل حق اللي سالوني الاراضي اي احلى مسحب ولا شيش طاووق كوني ما حد سالني وش مسحب ما يصير حجي نزل فيديو بعد 3 دقائق حق اللي سالوني وين هالمكان كذاب 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 حجي دروغ لهني ما يصير عرف المطعم وين صاير جبال مطافي السالمية شو هذه الزحمة كلها حق المطعم بس ما انصح احد يطلب حار لانه سبايسي انا كنت مدير اعمال ناجح واثبت نفسك شوف ايش المدير الاعمال لازم يعني شوف عادي كذي رش لازم تكمل كش لا انا شايف اسنانك ليش لي على كسرعة العراسة؟ شايف استعمل؟ شايف استعمل؟ لا يا الله ينوع شبتك الوصف. تعلمت يا القفل. امسكوا عليه.
حطه بسعر تميمي وخلوه وياك. الله يرحم والديك، اثنينهم مع بعض ما يصير، هذا اوكي بس هذا لا. ليش ما تستخ وسخ الثاني وياه؟ انا شكو. فشلتني مع الريال يا علاء، فشلتني. الريال يقول ليش ما تمدح؟ ليش ما تمدح؟ لا ما امدح فوز مو حلو والله العصر قسم بالله. ها ولا اقول كسر تزب راسك. عربي؟ ايه كلام عربي شوي ولا ما في؟ شوف اليوم today الله سبحانه وتعالى he give me baby يلا with this one baby يعني I love him so much والله he give you baby I want to give you two guys to come happy okay I need to come happy come with me huh when Buki وياي وياي come How much you need, bot? I'm 100k. Bot? Yes. Bot? Okay. For you. Mashkur. Habibi, mashkur. Allah kareem. Come. What you need take? You need a local beer? Mashkur. Thank you. Mashkur. Tell for? For Allah, not for me. For Allah, baby. For Allah, not for me. This one. Thank you very much. Wajib mashkur. هذا الله سبحانه وتعالى سبحان الله هذا الله not for me but I'm not finished you have another one this one my son yeah 1 year finish yeah you give money yeah. I send to my son full happy my family full happy full happy thank you very much mashkur this one your son my son I want to bring for him the bed yeah. and I want to bring for him the chair yeah. and then I want to give for him iPad Yeah. For your son. Yeah, sir. For me. Mashkur. For me. My God. For me. Mashkur. Not finished. I'm not finished. Yeah. Come together. أعوذ بالله أنا ما أصور عشان أوريكم أنا أعطي. أنا ما تدرون شنو أسوي من وراء الشاشة. أنا ما أحب أتباهى بالأمور بس لأن أنا اليوم هذا أحبه وايد ومستانس فيه فحبيت أوريكم الوناسة اللي أنا فيها بس. نسمع ايش يقول لويس نرد نحس نرد نسأل نرد نكتب على الجمع تيك وات يو نيد تيك تيب الجمعيه كلها حطها اني ما يبي هيلب يو يلا كات ايوه يو نيد فلفل اوكي شو داير الابتسامة اللي شفتها هذا اللي أنا أبيه بس ما أبي شيء أبي ناس تبتسم مثل ما ربك سبحانه وتعالى فرحني باليوم والله لا أكثر ولا أقل Where are you? Hello. Huh? I have surprise for you. مشكور. You like huh? ضروري هذا عندهم. Good. My child happy. حبيبي. اللي طلبه والتميمي من واحد إلى 100. اختار لي 10 ارقام. واحد ربع 100 ثلاثة ربع 100 خمسة ربع 100 18 ربع 100 44 ربع 100 33 ربع 100 22 ربع 100 15 ربع 100 باقي بعد رقمين 17 عشان ليان
الله عليك، هذا ربع 200 تصدق؟ يلا 21 عشانك. لا 20 20 هذين 400 اسمعوا ارقامهم يروحون مسحب اسواق القرين. انا رايح الحين يعني يقول يبي لي نص ساعه طريق، تعالوا خذوا فلوسكم هناك. هذا المطعم في غلطه واحده، شنو هو؟ ان راعيه تنبل، ما له خلق ولا شيء والله. مليون مره قايل له واحد عنده هالمطعم هو قوه الاكل، حرام ظالم الموقع. ترى ياما في مطاعم المواقع هي اللي تشيلهم، يعني في في مطاعم تلقى عنده زحمه والاكل ماله وايد عادي، بس لان الموقع شايله. هذا عجي بين تقول داش المكسيك، شوف هني ما شنو ودافن هني، والله ما تفهم. قال خلنا نختبر ذكائك، شنو سر سبب نجاح مطعم ماكدونالدز وبرجر كينج وهارديز هذول؟ شنو سر نجاحهم؟ في وايد اشياء مثل يعني جوده الاكل ثابته. لا هذا جزء من الجواب الصعب، بس مو جواب مقنع صحيح بالمية. الاسعار تكون مناسبة حق الكل يعني. هو صح، هما يعني انا عندي انجح المطاعم ليش؟ لان اسعاره تطلب وجبة كاملة دينار 750، تروح برجر ديره لاي مكان 17 دينار سعرها. وجبة بطاط وصمونة. يقول لك ما تدري اللحم اللي عندي شنو؟ شلون يعني؟ بقرة جاية من الفضاء يعني ولا شنو؟ جودة اللحم نفس اللحم حجي. لا وني أحلى. وني أحلى مليون مرة. يعني بفلوس برجر هناك تاخذ حق ديوانية كاملة هني. والله والله. جواب الصح، ليش هم أنجح المطاعم؟ شوف. ما أقدر أفتي. هو نفس الطعام نفس الطعام. صح. 100% هذا شيء، المطعم كل كثر ما ثبت طعمه ولذاته كثر ما تم استمراريته. صح. واحد اثنين. لان الاوردر ما يتاخر، والزبون بشكل عام ما يحب ينطر وايد. انت تطلب تشيكن يعطونك اياه بنفس اللحظه، يعني ما تطول اكثر من 5 دقائق. هذا سر نجاح المطاعم. فانا انصح كل الناس اذا بتفتح مطعم لازم يكون عندك دقه ووقت سريع. ابو 17 دينار يصور الطابور يقول لك شوف الزحمه ما شاء الله، هم 10 ناطرين صار لهم نص ساعه طلب همبرجر. يا حبيبي طايق مالك محطرين.